السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي، أيوة شيخ مصطفى، بقول لحضرتك كنت عاوزة أسأل حضرتك كده. اسألي. أنا متجوزة بقالي 11 سنة طيب الحمد لله، الحمد لله، وعندي 3 أولاد. اللهم بارك. اتفضلي. أنا بيني وبين زوجي مشاكل كتير جدا، يعني من أول ما اتجوزت تقريبا طيب بعد ممكن. نهاية العز، بس وأنا حاليا تعبت طيب وطلبت الانفصال الرسمي. طيب وبعدين؟ تمام، فمع العلم ان انا يعني انا هو رمي عليا 2 طلقة كانت طيب اخر مره، طيب وبعدين؟ فحاليا هو دلوقتي يعني متكلم ان انا يعني ايه ان انا الغي فكره الطلاق دي نهائي من دماغي. طيب تمام، انا هطلع فكره الطلاق دي من دماغي، هطلع فكره الانفصال دي من دماغي. يعني طب السؤال، ما السؤال؟ السؤال بقى، انا نفسي قفلت منه خالص خالص والله العظيم يا شيخ. والسؤال؟ يعني انا ينفع اكون يعني اكون زوجة ليه على الورق ملوش اي حقوق على اي شيء تاني؟ هو موافق ليه على كده؟ ايه، موافق؟ انا لسه ما اتكلمتش مع حد، انا عايزه اسال. انا يعني شرعا ما هو حرام إذا عليا و... ان اطلب إذا كده إذا ولا مش حرام؟ شوف يا أختي، نحن بين أمرين، إما طلاق وهو يرفض، إما خلع تريد تدخل اختلعي، أو نتصالح على شيء فيما بيننا، هو يتنازل عن شيء من حقي وأنت تتنازلي عن شيء من حقك وتعيشه. فإذا هو وافق على هذه الفكرة، قال يا بنتي عندنا أولاد، يا أختي عندنا أولاد، بدل الطلاق احنا ما من الناس مستورين حتى البنت تتزوج ولا يقال أمها مطلقة، فنحن مستورين وأنا متنازل عن حقي. إذا قال لك أنا متنازل عن حقي خلاص تمشي. يعني انا لو طلبت طلب زي ده مش هيبقى حرام عليه وهو ما وافق عليه؟ لا مش حرام عليك، إذا وافق عليه خلاص الحمد لله. ما أنت بتقولي له كده الآن، إما أن تطلقني وإما أن أختلع وإما أن أبقى، لكن لا أؤاخذ بالحقوق التي لي عليك، التي لك علي. بس ولو هو وافق، يعني انا لو حاجه زي كده مثلا انا ادخل حد من اهلي يتكلم في الموضوع ما ده؟ فيش مشكلة. تمام، لو هو وافق وإن على حاجه امرأة زي كده يا خافت شيخ من انا هكون بعلها، متقبل، اصل هو مثلا اسمعي هيقعد كلامي يقول خلاص، لي انا رضايا من رضا اسمعي ربنا يا عليك، أختي انا غضبانه اسمعي، عليك، كلام زي أعوذ ده بيقعد بالله. يوجعلي قلبي بيه، ويقعد بقى يوجعلي يحسسني دايما ان طول الوقت ربنا غضبان عليا. طب اصبري علينا نتكلم، بس اصبري ايه علينا، اصبري نتكلم، ايه اصبري، اسمعي الكلام، اسمعي الكلام بس، اسمعي. الله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هذه في المرأة تكون عند الرجل، عكسك يعني، الرجل لا يحبها ويريد أن يطلقها، فتقول لا، أنا متنازلة عن حقوقي وأبقي علي، لا بأس بذلك. العكس أيضا، إذا كان هي كره المعيشة ولا تريد أن تتحمل إثما بين يدي الله، قالت له أنا أريد أختلع، قال لها بنت الحلال لا تختلعي وأنا متنازل عن حقي معك، كذا بقى أيضا لا بأس، والصلح خير. فهمت الكلام؟ ايوه، فإذا وافقك الحمد لله. وبعدين الزوج ليس إله، الزوج عبد وأنت أمه. خلاص القصة انتهت، فأنت تخيري، تقول له أنا دلوقتي أمام أمرين، أنا كرهت المعيشة معك فسأقدم خلعا ومن حقي أن أختلع. إذا قال لك المختلعات المنافقات حرام، إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها، عشان كل هذا لا يصح. ربنا قال في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تقول له: سأفتدي يا عمي، أنا أريد أن أختلع. وافق خلاص، ما وافق وقال أنا متنازل عن حقي ولا تختلع، لا بأس إذا رضي. السلام عليكم ورحمة